بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا مع اسم السلام. هذا الاسم العظيم له تطبيقات، فمن تطبيقات اسم السلام قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقد يتبادر إلى الذهن أنه لا يؤذي المسلمين، والمعنى أعمق بكثير. المسلم الحقيقي من سلمت سمعة المسلمين من لسانه ويده. المسلم إذا آذى مسلماً يقول هذا المسلم: فلان قد آذاني. أما إذا آذى غير مسلم يقول: المسلمون فعلوا معي كذا. يترك الذي ناله بالأذى وينقل التهمة إلى دين الإسلام. فلذلك هذا الحديث من أجل تطبيقات اسم السلام. أنت على ثغرة من ثغر الإسلام، فلا يؤتين من قبلك. لا تسبب للمسلمين إذا عاملت غير المسلمين سمعة سيئة، لا بلسانك ولا بيدك. الواقع الآن أن قلة قليلة من المسلمين تسيء التصرف إساءة بالغة مع غير المسلمين. غير المسلمين يطلقون أحكاماً عامة على كل المسلمين، وكأن هذا الدين قد حجب بأتباعه. والمقولة الدقيقة: الإسلام محجوب بالمسلمين. أنت إذا أسأت إلى غير المسلم، إن كنت تقيم في بلد غربي وكتبت تصريحاً كاذباً، أو احتلت، أو أخذت ما ليس لك، أنت بهذا العمل لا تسيء إلى نفسك، بل تسيء إلى مجموع المسلمين، وقد تصل الإساءة إلى دين الإسلام. فكل مسلم ينبغي أن يعد نفسه سفير المسلمين. أرأيت إلى السفير يتأنق في ملبسه، يضبط كلامه، يضبط حركاته وسكناته، لأنه في هذا البلد يمثل دولته، فأي خطأ يرتكبه ينسحب الخطأ على دولته. المؤمن الصادق يحمل هذا الشعور، لا يسبب سمعة سيئة للمسلمين من خلال تصرفاته. أقسم لكم بالله، لو أن الجاليات الإسلامية في العالم كانت مسلمة حقيقة وطبقت منهج الله عز وجل، لكان موقف الغرب من المسلمين غير هذا الموقف، لكن يرون مسلماً يحتال عليهم، يقدم تصريحاً كاذباً، يفعل شيئاً لا يرضي الله، أو يفعل شيئاً في مقياس الحضارة مستهجن. ودائماً وأبداً قلة قليلة جداً من الناس يعطون أحكاماً موضوعية، لكن الكثرة الكثيرة يطلقون أحكاماً عامة. الآن في حقل الدعاة
لو أن داعية أساء، الطرف الآخر يتهم كل الدعاة، الذي أساء واحد، لكن الطرف الآخر حينما خرج عن منهج الله عنده اختلال توازن، كيف يرمم هذا التوازن؟ بإلقاء التهم العامة لكل الدعاة. فحينما يسقط الإنسان ليته يسقط وحده، لكنه يسقط معه من ينتمي إليهم. وهذا معنى الحديث الشريف: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يعني قبل أن تتكلم، قبل أن تكتب تصريح، قبل أن تتصرف مع غير المسلمين، انتبه إلى أنك سفير المسلمين، والسفير يجب أن يظهر بأعلى مستوى. احمل هم المسلمين ليكن في نفسك غيرة عليهم، لا تسبب لهم سمعة سيئة. أما ألا تؤذي المسلم معنى بديهي، أما المعنى الأعمق: المسلم من سلم المسلمون، أي سلمت سمعة المسلمين من لسانه ويده. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله، من هو؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقة، أي شرورة وغوائلة. أنت آمنت باسم السلام، يجب أن تكون أنت مصدر سلام لمن حولك. شركم من اتقاه الناس مخافة شره. إذا وصل الإنسان إلى إيذاء من حوله ومن حوله خافوه، لا تحفل بهذه المكانة، هذه مكانة إبليسية. شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. يجب أن تبث في من حولك الطمأنينة، يجب أن يحس من حولك أنه لن ينالهم أذًى من قبلك، مصدر سلام. كيف أن الله من أسمائه السلام ويعطي عباده السلام، أيضًا أنت أيها المؤمن يجب أن تكون مصدر سلام لمن حولك. يعني أوضح الأمثال: شاب تزوج، لا يحلو له المزاح مع زوجته إلا بموضوع الطلاق، هو يمزح معها لكنه بهذا يهز أركانها، يجب أن تطمئنها. السيدة عائشة حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل كان زوجاً مثالياً، ثم تأسفت في نهاية الكلام بأنه طلقها. هذا الرجل اسمه أبو زرع. بعد أن انتهت من قصتها قال: أنا لك كأبي زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك. طمن، ليكن من حولك مطمئناً لك. إذا آمنت باسم السلام تخلق بهذا الكمال، بث الطمأنينة في من حولك، لا تكن مقلقاً لهم، لا تكن مصدر رعب لهم، لا تبث الرعب في قلوبهم. طبق اسم السلام في من حولك. أيها الأخوة، من تطبيقات هذا الاسم أن يسلك المسلم في حركته اليومية سبل السلام. يعني إذا أقمت زواجك على منهج الله، غضضت بصرك عن محارم الله، أديت واجب الزوجة وأعطيتها حقها، فقد سلكت في زواجك سبل السلام. وإذا اعتنيت بأولادك عناية فائقة، ربيتهم وغرست فيهم العقيدة الصحيحة والخلق القويم، أنت سلكت مع أولادك سبل السلام. وإنك إن عاملت من حولك معاملة وفق منهج الله أحبوك،
وكان الطريق إليهم سالماً. أيها الإخوة الكرام، الآية الكريمة دقيقة جداً، يقول الله عز وجل: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هل هناك من حالة أعظم من أن تكون في سلام مع الله، في سلام مع نفسك، في سلام مع أهلك، مع أولادك، مع جيرانك، مع زبائنك، مع مواطنيك إذا كنت موظفاً؟ أنت حينما تطبق منهج الله تكون في سلام معهم في أي حرفة، حينما تصدق وتنصح فأنت في سلام، لك مكانة كبيرة. الله عز وجل يقول: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. أنت في سلام. اسم السلام من أدق الأسماء ومن أقربها إلى المؤمن. ما في إنسان إلا ويبحث عن السلام. هل تصدقون أن سورة الفتح نزلت عقب صلح الحديبية؟ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، لا لأنك حاربت ولكن لأنك وقعت اتفاقية سلام مع كفار قريش. الناس يحبون السلام، والله عز وجل هو السلام. أيها الإخوة، هذه الأسماء أسماء الله الحسنى لها تعاريف نظرية كما كان في الدرس السابق، ولها تطبيقات عملية، وهي أنواع. أنواع أسماء الله الحسنى: هناك أسماء ذات، وهناك أسماء صفات، وهناك أسماء أفعال. اسم ذات، اسم صفات، اسم أفعال. فذات الله سلام، والسلام من صفات الله عز وجل، ويهب السلام لعباده، إذاً من أسماء الأفعال. أيها الإخوة، يمكن أن ترى هذا الاسم من خلق الله. كنت أقول دائماً إن الكون مظهر لأسماء الله الحسنى. فمثلاً الإنسان ينام، هيكل العظمي له وزن، والعضلات التي فوق الهيكل العظمي لها وزن، وزن الهيكل مع ما فوقه من عضلات تضغط على ما تحته من عضلات، فإذا ضغطت الأوعية الدموية تضيق لمعتها. الله عز وجل أودع في الإنسان مراكز للإحساس بالضغط، فإذا ضغطت العضلات ومعها الأوعية التي تحت الهيكل العظمي، هذه المراكز مراكز الضغط تعطي إشارة إلى الدماغ: لقد ضغطنا. الدماغ يعطي أمر إلى العضلات فينقلب الإنسان على شقه الآخر وهو نائم. صوروا إنسان نائم تقلب قريب من 40 مرة، قال تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. تقلب الإنسان في نومه من أجل سلامته. الإنسان إذا أصيب بمرض السبات لا بد من تقليبه، وإلا يتفطر لحمه، ينسلخ لحمه، وهذا من آيات الإعجاز العلمي. لولا أن أهل الكهف الذين مكثوا في كهفهم 300 عام، لولا أن الله قلبهم لماتوا بعد شهر من إيوائهم في الكهف. ونقلبهم، فالتقليب تطبيق عملي لاسم الله السلام. وأنت نائم وأنت غارق في النوم، يتجمع اللعاب في فمك، تذهب إشارة إلى الدماغ: لقد زاد اللعاب في الفم.
الدماغ يعطي أمر وأنت نائم إلى لسان المزمار فيغلق فتحة الهواء ويفتح فتحة المري ويسري اللعاب إلى المعدة. هذا يتم من حين لآخر أثناء النوم وأنت نائم، هذا من اسم السلام. لو أن الله ملكك حركة القلب مستحيل أن تنام، إذا نام الإنسان مات فوراً، لكن حركة القلب لا إرادية تولاها عنك، تنام نوماً عميقاً والقلب ينبض. لو أن الله أوكل إليك حركة الرئتين، في مركز بالدماغ مركز التنبيه النوبي، هذا المركز أحياناً يتعطل بحالات نادرة جداً. ما معنى تعطل هذا المركز؟ ممنوع النوم، بينام بيموت فوراً، يجب أن يتنفس تنفس إرادي حتى ما يموت. طبيب في دمشق توفاه الله عز وجل أصيب بهذا المرض، جاءوا له بدواء من أمريكا يجب أن يأخذه كل ساعة، لذلك يهيئ أربع منبهات، بينام تسعة بفي عشرة بيأخذ حبة، بينام بفي 11، 12، واحدة، تنتين، ثلاثة، أربعة. في مرة جاء ابنه من بلاد بعيدة، من شدة فرحه لم ينتبه للمنبهات الأربع، وفي الصباح وجدوه ميتاً. أنت منتبه لهذه النقطة؟ هي تنام والرئتان تعملان بشكل آلي، من أسماء الله السلام. عمل الرئتين وأنت نائم، عمل القلب وأنت نائم، عمل البنكرياس والمرارة، آليات معقدة جداً تتم وأنت نائم. أيها الأخوة، من أسماء الله السلام أن الله وضع دماغك في صندوق عظمي، ولئلا يكسر هذا الصندوق، لئلا يكون سريع العطب، له مفاصل ثابتة. يعني ممكن إذا إنسان وقع على الأرض وارتطم رأسه بالأرض أن تتداخل قطع الجمجمة تداخل صغير جداً، هذا التداخل يمتص الصدمة، وجعل سائلاً بين الجمجمة وبين الدماغ، أيضاً هذا السائل يمتص الصدمات، هذا من اسم السلام. أين وضع نخاعك الشوكي؟ في سلسلة عظمية في الظهر. أين وضع القلب؟ في القفص الصدري. أين وضع أخطر معمل في جسم الإنسان؟ معامل كريات الدم الحمراء، في نقي العظام. أين وضع الرحم؟ في الحوض، كل أماكن محصنة. الدماغ في الجمجمة، والنخاع الشوكي في العمود الفقري، والرحم في الحوض، والقلب في القفص الصدري، والعين في المحجر. هذا التجويف لولاه لفقد معظم الناس عيونهم. العين في المحجر، والرحم في الحوض، والنخاع الشوكي في العمود الفقري، والقلب في القفص الصدري، أليس هذا من اسم السلام؟ الماء يزداد حجمه في الدرجة زائد أربعة، ينفرد الماء من بين كل عناصر الكون، أنه على التبريد في درجة زائد أربعة يزداد حجمه بدل أن ينكمش. لولا هذه الخاصة الاستثنائية لما كان هذا الدرس، ولما كانت دمشق، بل لما كانت حياة على وجه الأرض. لو أن الماء إذا تجمد انكمش، أي زادت كثافته، أي غاص إلى أعماق البحار، بعد حقب عديدة تصبح البحار كلها متجمدة، وينعدم التبخر، وتنقطع الأمطار، ويموت النبات، ويموت الحيوان، ويموت الإنسان. هذه الظاهرة. أيها الأخوة، لأن الله سلام، وذهب أحدنا إلى بلد في شمال الأرض في المنطقة القطبية
يضع قبعة على رأسه، قفازات في يده، يرتدي ثياباً صوفية، كل شيء له احتياط إلا العين، هل بإمكانه أن يغطيها؟ لا يقدر. العين فيها ماء، والماء يلامس جو حرارته 69 تحت الصفر، نظرياً يجب أن يفقد كل إنسان بصره هناك، لكن الله لأنه سلام أودع في ماء العين مادة مضادة للتجمد. هذا من تطبيقات اسم السلام. الطفل الآن يولد، ما في قوة في الأرض يمكن أن تعلمه آلية معقدة جداً ألا وهي المص. يجب أن يضع شفتيه حول حلمة ثدي أمه، وأن يحكم الإغلاق، وأن يسحب الهواء. هذا منعكس آلي يولد مع الطفل. لو أنه في أثناء تغسيله بعد الولادة مباشرة وصلت إصبع الممرضة إلى شفتيه مصها مع آلية المص، سماه العلماء منعكس المص. والله لولا هذا المنعكس لما كان هذا الدرس، ولما كان إنسان على وجه الأرض. والله عز وجل لحكمة بالغة، بكل 500,000 ولادة يأتي طفل ما معه منعكس المص، يموت فوراً. في قوة علمه؟ يا بابا الله يرضى عليك، مشان ما تموت ضع شفتيك على حلمة ثدي أمك، واحكم الإغلاق، واسحاب الهواء ليأتيك الحليب. ما في قوة علمه الطفل، الله زوده بمنعكس آلي يمص ثدي أمه بإحكام وبدقة وبمهارة، وقد ولد لتوه. هذه من تطبيقات اسم السلام. ما الذي يمنع أن نفهم أسماء الله الحسنى من خلال خلقه؟ ما الذي يمنع أن نفهم أسماء الله الحسنى من خلال الكون؟ من خلال خلق الإنسان، من خلال خلق الحيوان، خلق النبات. أيها الإخوة، يعني الدم لا بد من أن يجدد بالأكسجين، فالطفل في بطن أمه الأكسجين معطل، تنفس معطل، في رئتين بس ما في هواء. مين فتح ثقب بين الأذينين؟ كشفه عالم فرنسي اسمه بوتال. من فتح هذا الثقب؟ ينتقل الدم من أذين إلى أذين. لمجرد أن يولد هذا الطفل تأتي جلطة وتغلق هذا الثقب. يد من؟ افهم اسم السلام هكذا. إذا قلت الله السلام يعني هيئك، يعني أنت حينما تمشي على قدمين لطيفتين، لولا جهاز التوازن في الأذن لا يمكن لإنسان أن يقف على قدمين. هل بإمكان أهل الأرض أن يجعلوا ميتاً يقف؟ مات، وقفوا لشو؟ مستحيل، لأنه أقل حركة تتفاقم بوع. أما أنت لما بتميل ميل قليل، في جهاز معقد جداً في الأذن، في سائل، وفي قنوات، وفي أهداب، وفي أعصاب، لما بتميل ميل قليل بينتبه الإنسان بيعدل. لولا هذا الجهاز ما في راكب دراجة. من خلق هذا الجهاز؟ الله عز وجل سلمنا. أيها الإخوة، السلام هو إلهنا وربنا، سلمت ذاته من كل عيب، وسلم خلقه من كل ضرر. والسلام من أسماء الذات ومن أسماء الأفعال، أعطى السلامة لخلقه. يعني الطعام الفاسد تتقيأه، لماذا؟ الجنين المشوه يسقط، لا يبقى، من أسماء السلام. لكن الملخص أيها الإخوة أنه ما من مشكلة على وجه الأرض، كلام دقيق، ما من مشكلة على وجه الأرض إلا بسبب خروج عن منهج الله.
وما من خروج عن منهج الله إلا بسبب الجهل، والجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم، والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئاً. أيها الإخوة الكرام، ما من عطاء إلهي يفوق العلم. دقق في هذه الآية: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أسماء الله الحسنى حينما تعرفها يجب أن تتبدل جذرياً، أن تتبدل 180 درجة. أولاً تحب الله، تعبده، تطيعه، تتخلق بهذا الخلق، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.